ابو تريكه كان في الفتره دي يعني لسه ما بقاش. هو جه يناير 2004. جه يناير 2004. احنا جينا شهر 5 او شهر 6 2004. فما كانش لسه بقى ابو تريكه كذا وكذا وكذا، ولكن كانت العلاقه واضحه وحلوه وصريحه من الاول. خلينا برضو نقول احنا اللي هو جوه الكواليس، احنا كنا حابين بعض جدا. بالظبط. نتفق، نختلف، نزعل من بعض، نتخانق مع بعض. بتحصل. لكن كان الملعب والنتيجة المكسب تاني. موضوع تاني خالص. كنا شوية بنعرف نفصل ما بين أوضة اللبس وعلاقتنا كلنا في أوضة اللبس. صح. يعني معلش احنا احنا اتكلمنا على حراس المرمى في الوقت ده، كان الحضري وامير وامير وطلع معانا شوية احمد عادل ساعتها، احمد عادل شريف، لا شريف الاول، او شريف الاول، شريف الاول، وجي نادر سنة تاني سنة. انت بتكلم على أوضة لبس يعني في الوقت ده، مش عايز اقول يعني كمية النظافة اللي فيها. احنا بنطلع يا جماعة من الملعب، وده للناس اللي ما تعرفوش واللي الواحد بيتمنى هو مدرب، اسرع رتم تمرين في النادي الاهلي. انا ما اعرفش الاندية التانية. ايامنا كان الشنكار ممكن يخبط في دماغك، كنا بنلبس شنكار. انا اسود لو ما كنتش لبست الشنكار، لو ما لبست دي حدوته تانية، لان الضرب اللي في الملعب لو انت مش لابس هيحصل لك حاجه، هتتكسر. حماس مش طبيعي، ترجع بقى تقول اصل اللي هيلعب كان معروف والفرقه ما بتتغيرش والفرقه مش، هو كان التمرين كده، تمريننا كان كده. فده كان جوه اوضه اللبس، نقعد نهزر ونقعد نتريق على 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 بعض، نبقى ماشيين في الاتوبيس في ماتشات افريقيا ونقعد نبهدل الدنيا وتشوف هزار، لكن كنا بنعرف نفصل. كانت تيجي الملعب الحته الخضراء. انا سالت اسلام الوقت ده في التويت اللي احنا فيه بعد بركات لما موجود في المنتخب كذا مره، يعني عشان انت برضه عارف بركات كويس وعارف شخصيته وقعدت معاه في اوضه واحده. فبيسالني ايه رايك في منصب بركات في مدير الكوره؟ ما يعرفوش اصل اللي بيسال ما يعرفش. قلت له بص، انت ليه باصص على بركات بره الملعب، بره الملعب، ومش باصص عليه جوه الملعب؟ هو شخصيته جوه الملعب هو اللي هيدير بيها، بره الملعب هو حر يهزر يضحك، هو دمه خفيف يا سيدي انت. لكن جوه الملعب على فكره بركات بيهزر يا جماعه لغايه وانت نازل ارض الملعب. لا لا، وساعات في الملعب بس لو ما عملش كده ما يطلعش، مش هيبقى في قمه تركيزه. بالظبط بالظبط. هو بيحاول يطلع التركيز. هو بيطلع شويه من الناس ما شافوش بركات مثلا مع اسلام في الاوضه عامل ازاي، وانا شفت الكواليس وانت بتتكلموا حكينا شويه بس. صغيرين طبعا. كان نفسي لا صغيرين صغيرين صغيرين، انتوا تقول لي تقعد للصبح تقول لي صغيرين. لا والله دول صغيرين قوي. لا ما انا عارف. عماد اصله يا جماعه بالمناسبه عماد جوه الكواليس. عماد هو اللي عنده ده الصندوق الاسود، فلانه عماد كنت انا وشادي بنقعد مع بعض في اوضه، وعماد وبركات بيقعدوا مع بعض في اوضه، لكن هو بركات فعليا قاعد مع اسلام وشادي، قاعد معانا وشادي، هو كده هو طلع كده. قاعد معانا وشادي في الاوضه ما بيتحركش، يعني احنا نايمين شكلنا. بس والله انا كنت باجي زيارات والله. عماد كان بيخش علينا كده من يعدي علينا كده. بس عماد كان من نوعيه اللعيبه زي جمعه وابو تريكه كده، كان برضو يجي عليه الساعه 11 تلاقي عينيه احمرت، ما كانش بينام بدري برضو، بس ايه 11 ونص يعني. لا الاوضه الثانيه لا. يعني الاوضه الثانيه لا، فكان دايما عماد ياخد الاوضه قدامنا 9 ونص 10 خلاص الموضوع انتهى. الاوضه دي قفلت، اوضه وائل وتريك، الاوضه دي قفلت خلاص انتهت. ده 10 كتير، دول جابوا الصبح. يا دوبك هي العشاء ويقعدوا يصلوا ويخلصوا الصلاه في العشاء ويقعدوا يشربوا الشاي كوبايه، ما اعرفش انا بيشرب شاي ليه ويخش ينام، يعني غريبه جدا. جمعه انا لسه وهو تريكه كلمتهم قريب. بتكلمه؟ والله ايه اللي حصل؟ قلت ايه؟ لما كانوا في المغرب. والله؟ قلت لتريكه كل سنه وانت طيب. كان عيد ميلاده. ما كانش معايا الرقم، فمعايا رقم جمعه. اتصلت الاول على جمعه، فقال ده حبيبك معايا. قلت له ايوه انا بتصل عشان خاطر اقول لحبيبي كل سنه وانت طيب. فقعدنا هزرنا شويه وبتاع واتكلمنا شويه. اخباره ايه؟ قلت له انا بشوفك، يعني انا شايفك على الشاشه شايفك. واكيد من خلال الشغل برضه انت شايفني، لكن الفتره ما كانش فيه تواصل فتره كبيره جدا. هو سعيد جدا ومبسوط ان انا الفتره الاخيره دي كنت متواصل معاه، ويا رب سامعين يا رب اخبار ان شاء الله تكون كويسه باذن الله في الفتره اللي جايه. ربنا يسهل ان شاء الله. ولكن في النهايه علاقات اللاعبين مع بعض بينهم بعض كان